صباح الخير على الجميع. فيديو جديد النهارده من قناه اروح فين منين التومي ماكس، معاكم احمد التومي. ده الجزء الخامس يا جماعه من طريق اسكندريه طنطا سراي. نبدا من نفس النقطه اللي قفلنا منها الجزء الرابع. قرية السماني ترحب بكم. وانت في اليمين برضو تخلي بالك من العربيات اللي طالعه من الفرعي، لان ممكن يكون اللي طالع من الفرعي طالع مندفع شويه. الهيئه العامه للمستشفيات والمعاهد التعليميه مستشفى دانشال التعليم، فبقول لحضراتكم ممكن اللي يكون طالع من الفرع يكون طالع مندفع شويه، فيبقى انت ايه، يبقى انت واخد احتياطك يعني. جاي ده جديد برضه يا جماعة. اللي احنا طالعينه ده على ما اعتقد كده ان احنا داخلين على التوفيقية، على ما اعتقد، بس لسه قدام شوية. صاحبنا بتاع النص نقل ده ساب اليمين عشان يطلع من النقل، ودخل ايه، دخل في الشمال، ماشي اقل من 60. هي دي بعض المفاجآت اللي يعني من ضمن المفاجآت اللي ممكن تظهر لك لو انت على سرعه عاليه وشادد مثلا في الشمال، يجي واحد زي صاحبنا ده يخرج لك وهو ماشي 60 يقفل لك الشمال. ادي الاداره اهو على اليمين اللي بيصور كل شنكان. السرعة منطقة سكنية، ملف أرضي أهو طالع لك توك توك أهو.
طبعا احنا شريط القطر جنبنا يا جماعه، اللي هو بتاع اسكندريه القاهره، لا ملتصق على طول في الطريق على الشمال. ممكن نصادف ان نلاقيه معدي دلوقتي ولا حاجه، نشوفه مع بعض. برضه هتلاقيها ايه، مدخل قرية ولا مدينة من القرى ولا المدن. الطريق بيتظبط شوية اهو زي ما حضراتكم شايفين. عايز بقى شبراخيته وتاي الباروت ياخد يمين منه بيطلع الكوبري اللي على اليمين. القاهرة 140 كيلو. اتاي الباروت خليك في اليمين برضو، ما تطلعش ايه، ما تطلعش معانا الكوبري اللي عايز اتاي الباروت. وادي القطر اهو لو شايفينه يا جماعه، وده على ما اعتقد كوبري تاي البارود.
اكتفي بهذا القدر من الجزء الخامس ونبدأ الجزء السادس يا جماعة. استاذن حضراتكم اللي عجبوا الفيديو اشتراك ولايك وشير تفضلا وليس امرا، واللي ما عجبوش الفيديو واللي في تعليقات ما عجبكش ليه، ونشوفكم على خير في الجزء السادس باذن الله.